الان كل مدرب يحاول انه يستثمر خطا اللي يمكن انه يعطي الهدف. جمال ايتمني الدر كره في وسط الميدان عند وليد الكارتي اللي حتى الان قايم بمباراه جميله. وليد الكارتي كيزداد تسديده هدف جميل لفائده فريق ديال وليد الكارتي اللي خرج بينهم قدم مباراه جميله. لاحظوا تسديده مشات في الزاويه اليسرى معلنا وليد الكارتي على الهدف الاول والتقدم لفائده فريق الوداد في حدود تدخل ديال جمال ايتمني الدر. محمد الشيخي وضع الكره امامه كتضيع الكره اللاعب الشيخي اسماعيل الحداد. السرعه ديال اسماعيل الحداد دخل اسماعيل الحداد هذه محاوله خطيره والهدف الثاني لفائده فريق الوداد والمدد. السرعه ديال اسماعيل الحداد ما زاد ما نقص وضع الكره امام فابريس اونداما اللي كيوضعها كذلك بطريقه جميله. لاحظوا يعني ما خلات اي حظ للحارس.